ابو الحسين جنني، هل من منافس جنته؟ لبيك يا ابن الطاهرة. تفضل يا زاير، تفضل يا زوار، تفضلوا على حب كريم اهل البيت. تفضل يا زاير، تفضل يا زاير، تفضل يا زاير، تفضل يا زوار، تفضلوا. الشهيد كان يؤمن من لم يمت يعني بدون وصيه فما يصير، يعني باعتبار هو جن ملتزم وكذا، وبهذا اول يوم راح للجهاد كتب وصيته. الوصيه مالته يعني اهم ما ورده في الوصيه، اول التمسك على منهج سماحه الامام السيستاني. قضيه الموكب وسائر الموكب، هاي وصيه الشهيد بان يبقى الموكب الى اخر يوم من الحياه. الامام الحسن هو نموذج للكرم، نموذج للتضحيه. الامام اذا نجي على التضحيه ابناء في يوم عاشوراء، هو اذا على الكرم فاحنا هذا الان الكرم جاي يقدم للزوار ما يعني ما يعادل يعني اقل من بالجزء من المئة، جزء من جزء من الواحد المئة. بحق هذا الامام العظيم، هذا الامام اللي اثر بنفسه، هذا سيد الكرم الامام الحسن، محافظه ذي قار. شنو توصل من كرم الامام الحسن؟ لا يقاس لا شيء. تقدم له، تقدم له، والله العظيم متغدي، والله العظيم متغدي.